الراجل بتاع شركه السحاني مرمي جوه بقاله نص ساعه، دي مش طريقه شغل. اول ما يخلص هيروح. كاميليا، في حاجه انت مش واخده بالك منها، انا هنا مدير زيي زيه بالظبط، يعني مش معنى ان هو مديرك المباشر يبقى انا ماليش سلطه عليكي. دفنتلي. اوكي، انا هعرف اجيبه. ادري. 13/1/1998. ده تاريخ عيد ميلادك؟ I know I'm so young، بس مش للدرجة دي. أعتقد إن التاريخ ده مهم جدا بالنسبة لك. مش متذكر. مش فاكر. أنت عرفتي إزاي؟ اهلا بيكم. اهلا اهلا، منورين. استاذ وجدي، ايه ده؟ في ايه؟ ما تقلقش، ما فيش اي حاجه. ولا تحب اقول لك وجدي كده من غير ارقام؟ اللي ريحك، بس خلصني. ما تقلقش، من الناحيه دي هتخلص خالص يا فندم. انت بتهدد العميل بتاعي يا ادري؟ بالنسبه لك انت استاذ ادري. فين زين؟ مش موجود. الموضوع بقى معايا. انت مش عارف انا مين؟ والشركة اللي انا بديرها دي بتاعت مين؟ عارف طبعا، وعارف كمان انك لو ما سلمتش السحيمي، السحيمي هيسلمك. انا مش عارف انتوا متأمنين بإيه بالظبط؟ هو انت عايز تفهمني ان دراع السحيمي اليمين اللي عارف دبة النملة في الشركة ما يعرفش ان المواد اللي مضت عليها الباشمهندسه لميس اتبدلت بمواد تانيه غير مطابقه للمواصفات؟ لا ما اعرفش. بلاش. بالنسبه بقى لل 300,000 دولار اللي دخلوا حسابك في بنك دبي، دي فلوسي يا راجل. قول الكلام ده. فلوسك ايه وبتاع ايه؟ لا طبعا. ما هو يا اختلاس يا غسيل اموال، اختار لك واحده. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ أنا عايز مية. فين زين؟ هاتوا له مية. مثل 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 عليا. هاتوا له مية. المية اللي خليته تنطع يعني؟ هاتوا له مية. أنت فين؟ لا مش هتقعد تحكي لي قصة حياتك. هسيب لك عند كاميليا فايل وبطاقة. عايزك تعرف البطاقة دي اتضربت إزاي وليه؟ آدم الموضوع ده شخصي بالنسبة لي. وجدي لسه هنا؟ أدري قعد معاه من ورا ظهري. خلص معاه؟ خلص عليه؟ وجدي مات؟ البقاء لله.